سلطان من مكة، تفضل أخي سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ بغيت أسألك، أنا أحيانا في نهار رمضان أستنشق البخار من أجل ذهاب الصداع، يجوز الشيء هذا ولا؟ صداع؟ نعم، يسألك الشيخ. أي نعم. والبخار هذا للصداع خاصة؟ وفيها القصد الهندي يا شيخ، أنا أحيانا أحطه بالخشب. لا يا أخي، الصائم ما يتناول شيء في الأنف لأنه يذهب إلى الدماغ ويؤثر على صيامه، يخليه في الليل. أحسن الله إليكم.